هي زينة جيتي طيبة، حتى خابر أبوك يجي يتغدى قبل لا يبرد الأكل، ولو أنا خابرتها ما رد علي. جوز مشغول؟ إيش بيك ماما تعبانة؟ طب ارتاحي. بيك شي؟ طيبة؟ ألو، شلونك خالة سارة؟ بس ردت أسألك، طيبة بيها شي؟ رجعت مقهورة وكلش ضايجة. أخاف ضايجة من موضوع دراسة أو شي. أنا راح أجي يومكم إن شاء الله. مع السلامة خالة. ليه ضل بالك؟ منو؟ أني